حبيباتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد في نهار جديد ووصفة جديدة، ان شاء الله تعجبكم. هذا الفريكاسي التونسي، أكلة شعبية نلقاوها بزاف في الشوارع التونسية، يعني حاجة بزاف انا عجبتني، جربتها معكم وخرجت لي الوصفة ناجحة وبارطاجيتها باش هكا تستفادوا كامل منها. في الوصفة جبنا لهنا ريسيبيون اللي راح نديرو فيه 4 كيسان تاع فارينة بهذا المقدار تاع الكاس، واللي يحب كمية كبيرة يضاعف المقادير. درنا 4 كيسان تاع فارينة، قريصة تاع ملح، ونزيدو الخميرة تاع العجل. هنا درت مغرفة كبيرة تاع السكر على جال الخميرة باش هكذا تخمرنا بالخف. هذه مقدار تاع مغرفة كبيرة، مغرفة تاع العشاء تاع خميرة. ولا هنا لا ليفور نديرو قيس كيس ليفور، ومن بعد نرونو كلش مع بعضاه ونديرو الماء دافي باش ما تطولش في الخمير تاعها. ما نديرو لها لا حليب لا حتى حاجه، هي الوصفه تاعها الاصليه تجي هكا تترون غير بالماء. وكاع المعجنات تاعنا لازم نخليوهم شويه جاريين يتلاصقوا باش يجونا خفاف، باش الخميرة عندها منين تتنفس لازم ما تكونش العجينة مدكسة في بعضها، لازم تكون شوية خفيفة. وما تعجنش بزاف، يعني نعجنوها مدة 5 دقائق بعد ما نلموها. هاكو تعرفوا الفارينة باللي تمتم تسقم روحها وتمتم تلقيها معجونة بلا ما تعجني بلا ما تتعبي لحتى حاجة، ماشي كيما الدقيق. يجي القوام تاعها كيما كتشوفوا، يجي تقريبا هكا شويه جاريه. من بعد انتي كي تبداي تعجني فيها هي راح تسقم روحها وحدها، ما تقعدش هكا هي تتلاصق، كل ما تعطيها وقت هي راح يتنحلها هذاك الماء اللي يكون فيها. بهذه الطريقة نعجنوها قلنا واحد لمدة 5 دقائق، هذا ما كان قسمة تسقم الجانس مع بعضها كامل. نعودو نرجعوها في الغيسيبيون تاعنا ونغطو عليها بابي فين ولا بالغلاق تاع العلبة ولا كيما حبيتو، المهم تغلقو عليها خلوها في مكان دافئ. وكي خمرت تخمرنا مليح، نخلوها مدة حوالي نصف ساعة حتى ساعة غير ربع على حسب درجة الغرفة، ولا كانت في الصيف 21 دقيقة برك تلقاوها خمرت لنا. وهكا رانا فتحناها، هذا هو السمك تاعها، ما تكونش خشينه بزاف وما تكونش رقيقه رقيقه باش هكذايا تجينا فارغه لداخل نقدروا نحشيوها لداخل، ما يجيش فيها هذيك البابه بزاف.
ونجيبو قطاعة. أنا عندي هذه المبرجة في طرف، واللي عنده دائرية ديركت هي في الحقيقة تجي شكل تاعها بيضاوي، يجي شغل ساندويتش صغير. أنا قطعتهم دوائر وراح نجعدهم هكا شوية بالطول هكذا بهذا الشكل، ونحطوهم يخمروا لنا. درت أنا في البلاطو هكا طرشونة، وحطيت عليها الحبات تاعنا باش نعطي لهم وقت اللي يزيدوا يخمروا لنا مليح. ومن بعد هاد الاطراف نتاع العجينه اللي قعدت راح نلمهم باش يزيدوا يريحوا، ونزيد نفتحهم بنفس الطريقه. ها هي بعد ما حطيتهم في البلاطو تاعنا باش يخمروا لنا، وراح نغطي عليهم بيان سور، ونلم العجينه هذه ونزيد نعطيها وقت واحد الخمس دقائق باش ترتاح لنا. هنا انا يا الحشو تاعها درت البطاطا مغليه، ما حبيتش نقليها باسكو العجينه راح نقلوها في الزيت، وراح يجي بزاف الزيت يجي الاكله ثقيله. صافيك انا درت لها البطاطا غليتها، ولا تحبوا تفوروها. درت لها زوج مغارف تاع زيت الزيتون باش ما تجيناش ناشفه، ومن بعد زدت عليها الطون تاع الزيت باش يعطي لها بنه اكثر واكثر تكون مليحه. ومن بعد نخلطوا كاع الخليط تاعنا، كاين اللي يغليو لها البيض ويرابيوه لها، وزيدي لها الفرماج كيما حبيتي. انا هنا رابيت لها الشيدر، ولا اللي عنده الفرماج روج ولا اي نوعيه تاع الفرماج راح تجي بنينه فيها باش ما يجيناش البطاطا ناشفه كي تبرد. هكذا هذا واش درت لها في الخليط، ودرت لها الزيتون اكحل، وغليت لها البيض باش نحطو ديكوراسيون من برا من فوق. فاصون هنا سخنت الزيت، مقله لازم تكون فيها كميه معتبره من الزيت، ومن بعد حطيت فيها العجين تاعنا ونقلب الحبات تاعنا بالزيت سخون، نحطوه من فوق، وهي راح تولي بومبي، تولي على شكل بيضاوي. انا هذا هي الفتره اللي نحبها في هذه الوصفه، نحب كي نعود نقلي فيهم وهما يتنفخوا يعجبوني بزاف. شوفوا كيفاش يتنفخوا، يجوا بزاف هايلين. ونستناوهم بيان سور حتى يولي لا كولور تاعهم في الدوري حموره شويه، ومن بعد نخلوهم يبردوا بعد ما نطيبوا كاع ديك الكميه، ونجوزو باش نوري لكم كيفاش راح نحشوهم لداخل. وهكذا بعد ما وجدتهم كامل حطيتهم يقطروا في هذيك لاغري، شوفوا شحال جاوا خفاف 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 وفارغين لداخل. وديروا في بالكم بلي ميم تاكلوهم طايبين في الزيت، بصح اون ديغي با طايبين في الزيت، يجوا ما يتقهموا لا والو، يجوا بزاف هايلين. شوفوا كيفاش لداخل فارغين، تسمى تعمريهم برك بلا فارس وخلاص. هنا راح نعمرهم بهذيك الخليط تاع البطاطا اللي درتهم قبيله هكذا، وبيان سور مع البطاطا المغليه يجي بزاف بنين. الزيتون الاسود هذا زيتون الكحل، نحيت له لونوا تاعو، وراح ندير معاهم البيض المغلي. انا ما ربيتوش، حطيته غير من الفوق برك هكذا، وجاو بزاف بزاف بنان وخفاف، ويليقوا في لي ساندويتش للدراري، ولا تديهم معك بيكنيك، ولا حاجه بزاف بنينه. هاملك لي بتي ساندويتش جاوا بزاف هايلين. نقول لكم حبيباتي شاهيناكم في الجنه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات الجايه، وما تنساوناش بالتدعيمات تاعكم لي جام ولي كومونتير. نتلاقاو في الفيديو الجاي، باي باي.